طارق سليمان كانت برضه في نفس المباراه، مباراه الاهلي والمقصه، وانتهت فوز الاهلي 1-0. ركله الجزاء دي كانت في الدقيقه 85. المباراه كانت 1-0 للنادي الاهلي، وركله الجزاء جت في الدقيقه 85. تصدى ليها ببراعه احمد طارق سليمان، برضه احمد طارق سليمان من الحراس المميزين مع مصطفى شوبير. مصطفى شوبير كان في اليوم ده موجود مع النادي الاهلي في الفريق الاول في بتروجيت، كان من ضمن ال 21 لاعب في مباراه الاهلي اللي انتهت بفوز الاهلي 1-0 في بتروجيت. لعب احمد طارق سليمان ما شاء الله الاثنين بيقدموا يعني مباريات قويه، وبيقدموا ماتشات قويه مع فريق